بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس مجلس الأمة، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد الوزير الأول، السيد رئيس المحكمة الدستورية، السيد الفريق الأول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السيدات والسادة الوزراء، بناتي المتفوقات، أبنائي المتفوقون، السادة السيدات الحضور، كل باسمه ومقامه ووسمه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيابة عن الأسرة التربوية كافة ووزارة التربية الوطنية خاصة، يسرني أن أرحب بكم في هذا الحفل التكريمي البهيج الذي يقيمه السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على شرف متفوقي دورة 2023 في امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، تثميناً لجهد بناتنا وأبنائنا طوال مسارهم الدراسي المتميز الذي مكنهم من نيل شرف هذا التكريم بكل جدارة واستحقاق. تهانينا الخالصة لبناتنا المتفوقات وأبنائنا المتفوقين، راجين من الله عز وجل أن يوفقهم لمزيد من النجاح والتوفيق، وأن يجعلهم ذخر هذا الوطن الغالي المفدى. ضيوفنا الأكارم، على غرار السنوات السابقة سيتم تكريم المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة البكالوريا الحائزين على المراتب الثلاثة الأولى وطنياً، ثم المتفوقين الأوائل في كل شعبة من شعب التعليم الثانوي حسب درجة الاستحقاق باعتماد معدل الامتحان، وفي حالة التساوي يتم الترتيب حسب المعدل الأكبر في المواد الأساسية. وسيحظى بالتكريم أيضاً المتفوقون الأوائل من مدارس أشبال الأمة، وكذا الأوائل من ذوي الاحتياجات الخاصة. وسيكرم السيد رئيس الجمهورية المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة التعليم المتوسط، والمتفوقين الأولين من مدارس أشبال الأمة، والمتفوقين الثلاثة الأوائل من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما سيكرم السيد رئيس الجمهورية التلميذين المتمدرسين بثانوية رياضيات محمد مخبي القبة الجزائر المتحصلين على الميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمية للرياضيات لهذه السنة. شكراً، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.